الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على محمد وعلى آله وصحبه وسلم. قال المؤلف رحمه الله تعالى ابن جماعة في الفصل الثالث في أدب العالم مع طلبته مطلقا وفي حلقته، وهذا 14 نوعا. قال رحمه الله تعالى: قال أن يقصد بتعليمهم وتهذيبهم وجه الله تعالى ونشر العلم وإحياء الشرع ودوام ظهور الحق وخمول الباطل ودوام خير الأمة بكثرة علمائها واغتنام ثوابهم وتحصيل ثواب من ينتهي إليه علمه من بعدهم. فهذه من المقاصد التي يقصد بها في التدريس والتعليم لكتاب الله ولسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم. ولأجل ذلك في حديث أبي أمامة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من علم آية من كتاب الله لم يزل له أجرها ما تريت، لم يزل له أجرها ما تريت. فهذا ونحوه كقول النبي صلى الله عليه وسلم: من دل على خير فله مثل أجر فاعله. ولقوله صلى الله عليه وسلم: ومن سن سنة حسنة فله أجرها وأجر من عمل بها إلى يوم القيامة. فإذا أحيا الإنسان في الناس سنة، علمهم عبادة، فهمهم آية، حفظهم إياها، هؤلاء تعلموا وعملوا، ربما نقلوها إلى غيرهم وربما كتبوها، فله أجرها ما تليت، أجرها ما بقيت، له أجرها ما عمل بها. وهذا هو الفوز العظيم، وهذا هو توفيق الله سبحانه وتعالى لمن يشاء من عباده. قل بفضل الله وبرحمته فبذلك فليفرحوا هو خير مما يجمعون، هو خير من الدنيا وما عليها. فإذا قصد الإنسان بتعليمهم وجه الله سبحانه وتعالى، لا يعلمهم من أجل أن يقال عالم، ولا من أجل أن يقال أن فلان صاحب علم صاحب فضل، ولا يعلمهم لأجل دنيا، إنما يعلمهم ليظهر دين الله، ليخمل الباطل، ليكثر في الأمة العلماء. فإن هذه الأمة قد امتازت بكثرة العلماء، كما أن الأمم السابقة امتازت بكثرة الأنبياء. يقول النبي صلى الله عليه وسلم: إن بني إسرائيل كانت تسوسهم الأنبياء، كلما هلك نبي بعث الله نبيا. وإن هذه الأمة جعل الله سبحانه وتعالى فيهم العلماء بهذا المعنى، فكلما هلك عالم أتى الله بعالم حتى يبقى الخير ويبقى هذا الدين إلى أن يقرب الأمر إلى الساعة، فكلما قرب قل العلماء. ولذا قال النبي صلى الله عليه وسلم: إن الله لا ينتزع العلم انتزاعا من صدور الناس، ولكن بقبض العلماء، حتى إذا لم يبق عالم اتخذ الناس رؤوسا جهالا، فسئلوا فأفتوا بغير علم فضلوا وأضلوا. فأخبر النبي صلى الله عليه وسلم أن الله سبحانه وتعالى لا ينزع العلم من صدور العلماء، يمسي فيقوم قد نسي علمه، هذا أبدا، وإنما بقبض العلماء. كلما يأتي الناس ويقربون من أمر الساعة ويزداد موت العلماء، حتى إذا لم يبقى عالم، الناس لا بد لهم من عالم، من يستفتون في أحكام صلاتهم صيامهم في عبادتهم، فيتخذون أحد الناس رؤوسا يفتونهم. فسئلوا فأفتوا بغير علم فضلوا، أي ضل هؤلاء في أنفسهم وأضلوا غيرهم، لأنهم تكلموا بغير علم، من غير أن يتعلموا دين الله سبحانه وتعالى. والمقصود أن من علم غيره، من نشر سنة، من دل على خير، فإن أجره وثوابه لا ينقطع بإذن الله سبحانه وتعالى، ويبقى له ذلك ما شاء الله. وهذا فضل الله سبحانه لمن يشاء، فمن الناس من يكتب الله له علمه في كتاب،
فيبقى هذا الكتاب متداولا كذا كذا سنة، كذا كذا قرن من القرون، أو ربما إلى قيام الساعة. ومن الناس من يبقى علمه في شريط، ومن الناس في طلابه، فيبقى طلابه يتكاثرون، فطلابه ينشرون إلى غيرهم، والذين بعد إلى الذين بعد إلى من بعدهم، وهذا فضل الله سبحانه وتعالى. ثم قال: وبركة دعائهم له وترحمهم عليه. هذه من المقاصد، أن يبقى البركة. هذا يقول المستفتي: بارك الله فيك يا شيخ، وهذا يقول: حفظك الله، وهذا يقول: أدخلك الله الجنة. ربما قبل الله الدعاء من أحد الصالحين، من أحد المستفتين، وكان قد أغلق في وجهه، وظن أنه لا مناص له في بعض المسائل، فيفك عن الناس بقال الله وقال رسوله صلى الله عليه وسلم. قال: ودخولي في سلسلة العلم بين رسول الله صلى الله عليه وسلم وبينهم، وعداده في جملة مبلغي وحي الله تعالى وأحكامه، فإن تعليم العلم من أهم أمور الدين وأعلى درجات المؤمنين. قال صلى الله عليه وسلم: إن الله تعالى وملائكته أهل السماء وأهل والأرض، حتى النملة في جحرها أي في بيتها يصلون على معلم الناس الخير. وقد سبق هذا، قد كان الإمام أحمد رحمه الله يقول: إنما الناس بشيوخهم، فإذا ذهب شيوخهم تودع من العيش، أي لا بقى للعيش ولا بقى للدنيا ولا حظ للحياة في الدنيا. إذا ذهب العلماء أصبح الناس مثل البهائم. فتخيل أن الله سبحانه وتعالى، ويكفي أنه يثني على عبده، أنه يمدح عبده، أنه يترحم عليه، ما الذي تريد بعد ذلك؟ إن الله وملائكته يصلون على النبي. تعتبر هذه الآية من أجل، ومنهم من يقول أجل ما أنعم به على النبي صلى الله عليه وسلم، أن الله وملائكته يصلون عليه. فالصلاة من الله سبحانه وتعالى اختلف فيها، منهم من يقول الثناء، ويقول أبي العالية رحمه الله تعالى، ورجحه جماعة من أهل العلم كالشيخ ابن عثيمين وغيرهم، ومنهم من يقول الرحمة، وهذا يشكل على قول الله سبحانه وتعالى: أولئك عليهم صلوات من ربهم ورحمة وأولئك هم المهتدون. ولو كانت الصلاة هي الرحمة لكان من باب عطف الشيء على مثله، وهذا ممتنع. فالصلاة من الله سبحانه وتعالى الثناء، ومن الملائكة الاستغفار، ومن الناس الدعاء له. فربنا يثني على عبده، يمدحه، يباهي به ملائكته، وهكذا بذاك شرفا. فكيف وقد أضاف الله سبحانه وتعالى الملائكة، ملائكة السماء والأرض، ثم أهل السماء كامل بما فيها، ثم أهل الأرض حتى الكلاب والخنازير والقردة، حتى الهوام والحشرات والسباع، كلها تدعو للعلماء، تدعو للمدرسين، تدعو للمعلمين. فمن كان عنده خير فلا يبخل به على الناس، بشرط أن يكون أهلا لمعرفته، متقنا لما يدرس، وإذا علم علم في حدود علمه، وإذا سئل عن شيء لا يعلم قال الله أعلم كما سبق معنا. فليس قول الله أعلم بنقص، بل هي مدح وكمال. فإذا كان أفضل خلق الله عز وجل
نبينا صلى الله عليه وسلم يتوقف ويقول وينتظر حتى يأتيه الوحي، فكيف بغيره؟ وقد سبق الكلام حولها في درس ماض. قال المؤلف: لعمرك ما هذا إلا منصب جسيم، وإن نيله لفوز عظيم. يعني مثل هذا نعوذ بالله من قواطع ومكدراته وموجبات حرمانه وفواته. ولأجل هذا سليمان بن عبد الملك كان يتمنى هذا، كان يتمنى هذه الكلمات لما يقول الطلاب لمدرسهم: هات غفر الله لك. فقال له جلساؤه: نحن نفعل ذلك الوزراء. فاليوم الثاني أتوا بالأوراق والكتب دفاتر يريدون أن يكتبوا، قالوا: هات غفر الله لك. قال: لا، ليس أنتم، أولئك قوم المغبرة أقدامهم، الشعيثة ثيابهم، أولئك هم طلاب العلم حقيقة. أما هؤلاء الوزراء الذين أرادوا أن يفعلوا له مجاملة لا ينفع. ولما اجتمع الناس حول عبد الله بن المبارك، وكان في الحج هارون الرشيد الخليفة المعروف، فكان الناس يجتمعون حوله يستفتون يتعلمون منه، فاطلعت امرأة من الإماء فقالت: من هذا؟ قالوا: هذا عبد الله بن المبارك. قال: هذا هو الملك، لا ملك هارون، لا ملك هارون الذي يجمعه الشرط. يعني هؤلاء اجتمعوا حول هارون الرشيد الشرطة والعسكر الذين جمعوهم، لكن هذا ابن مبارك الذي اجتمع الناس حوله برضاهم بمحبتهم بإرادتهم الخير منه، هذا هو الملك، هذا هو الملك. وإذا كان العلم لله نفع وإن كان قليلا، إذا كان العلم لله نفع وإن كان علمه قليلا، فإن الإخلاص والبركة إذا وقع على شيء كثره ويبقى أثره في الطلاب وأثره في الحاضرين والسامعين والمتعلمين، وإذا كان يحدث ويعلم ويقرئ رياء سمعة من أجل أن يقال، فربما حصل السمعة وربما ما حصلها. من كان يريد العاجلة عجلنا له فيها ما نشاء لمن نريد، ثم جعلنا له جهنم يصلاها مذموما مدحورا. ومع ذلك قد يحصلها وقد لا يحصلها، وقد لا يحصلها. فإذا تكلم الإنسان لله سبحانه وتعالى أثر هذا في الطلاب، وإن لم يظهر لك ربما ما تعرف إلا مع الأيام وربما مع سنوات، فيؤثر كلامك في الطلاب ويمتثل وترى أثر العلم والدعوة قد ظهر. هذا إذا كان الإنسان أخلص لوجه الله سبحانه. قال الثاني: ألا يمتنع من تعليم الطالب لعدم خلوص نيته، لعدم خلوص نيته، فإن حسن النية مرجو له ببركة العلم. يعني أحيانا قد يرى الطالب المدرس فيرى أن الطالب غير مخلص يريد العلم أشياء، فهل المدرس يمتنع؟ الجواب لا، الجواب لا، لأن هكذا بعض الطلاب، لكن إذا كان قصده حسنا إذا أراد الله به خيرا وفقه. قال بعض السلف: طلبنا العلم لغير الله فأبى أن يكون إلا لله. قيل معناه: فكان عاقبته أن صار لله، ولأن إخلاص النية لو شرط في تعليم المبتدئين في مع عسره على كثير منهم لأدى ذلك إلى تفويت العلم كثيرا من الناس، لكن الشيخ المدرس يحرض المبتدئ على حسن النية بتدريج قولا وفعلا، ويعلمه بعد أنسه به أنه ببركة حسن النية ينال الرتبة العلية من العلم والعمل وفيض اللطائف وأنواع الحكم وتنوير القلب وانشراح الصدر وتوفيق العزم وإصابة الحق وحسن الحال
واستهزئي في المقال وعلو الدرجات يوم القيامة. أي هذا مما يقوله المدرس لطلابه حتى يربيهم على الإخلاص وعلى أن يكون العمل لله سبحانه وتعالى. الثالث أن يرغبه، أي أن المدرس يرغب الطالب في العلم وفي طلبه في أكثر الأوقات بذكر ما أعد الله سبحانه وتعالى العلماء من منازل الكرامات، وأنهم ورثة الأنبياء وعلى منابر من نور تغبطهم الأنبياء والشهداء. تغبطهم بمعنى أنه تحبهم، ليس المعنى أن الأنبياء يتمنون أن يكونوا مثله، لأن الأنبياء أفضل، ولأن الأنبياء هم كبار العلماء، هم كبار العلماء. فليست الغبطة هنا الغبطة المعروفة أن يتمنى أن يكون له مثل صاحبه مع أنها ليست فيه، فتلك الغبطة، لكن الغبطة هنا المقصود بها المحبة. قال ونحو ذلك مما ورد في فضل علم العلماء من الآيات والأخبار والآثار والأشعار. والأشعار يعني أن هذا قد أن هذا مما ينبغي للمدرس أن يرغب الطلاب، مرة بذكر قصة عن السلف، مرة بما جاء في النصوص من الكتاب والسنة، فوالله فضل عظيم لمن كان يعقل، لمن كان عنده أدنى عقل. العلم ينفع الإنسان نفسه، يصبح لا يحتاج إلى الناس، إذا قدم إلى الصلاة علم كيف يصلي، علم أحكامها، إن عجز هو يعرف كيف يصل إليه في الكتب، يعرف من يسأل، يعرف كيف يفهم، كيف يقرأ. الإنسان يقرأ وينسى، والنسيان قد جعله الله من علامة الإنسان. قل إنما أنا بشر مثلكم، وقال النبي صلى الله عليه وسلم يا أيها الناس إنما أنا بشر مثلكم أنسى كما تنسون، فإذا نسيت فذكروني. فقد ينسى لكنه يعلم أن قد مرت به في كتاب كذا، يرجع إليها ويستطيع أن يسأل، يستطيع أن يقرأ، يستطيع أن يبحث. الجاهل ما يدري بشيء، يظن أنه على صواب، يعرف كيف يصوم، يعرف كيف يعامل أقاربه، كيف يبر والديه، كيف يصل الرحم، كيف يحسن إلى إخوانه في بيته وإخوانه المسلمين عموما، حتى لا يكون علمه وبالا عليه، وحتى لا يكون غير عامل بعلمه فيحرمه الله نفع علمه، يحرمه الله نفع علمه، بل يكون محسنا إلى الناس بما يستطيع، بما يسر الله له. وقد قال صلى الله عليه وسلم سددوا وقاربوا. سدد أي اعمل العمل على السداد والصواب، إن لم تستطع قارب، ولا يكلف الله نفسا إلا وسعها. وإذا علم الله من القلب صدقا وعملا وفق ويسر وسدد، وهذا فضل الله سبحانه وتعالى. فالمدرس يحث الطلاب، يحث الطلاب وهو كذلك. فإذا رأى الطالب في مدرسه اجتهادا وحرصا وعلما تحفز أن يكون مثل مدرسه، أما أن يكون المدرس لاه غافل ليس مجتهدا ولا مبالا بالعلم، فربما طلع الطالب مثله. فالعلم كلما تعلم ارتفع قدره عند الله سبحانه وتعالى، يرفع الله الذين آمنوا منكم والذين أوتوا العلم درجات. فالعلماء يرتفع على آحاد المؤمنين الجاهلين درجات بسبب علمه وعمله، والدرجات هنا على حسب علمه. فمن علم مسألتين أفضل من يعلم مسألة، وهكذا يتفاوت العلماء فيما بينهم بكثرة علمهم، وأعظم من ذلك بعملهم بعلمهم. قال المؤلف ويرغبه مع ذلك بتدريج ما يعين على تحصيله من الاقتصار على الميسور وقدر الكفاءة من الدنيا والقناعة بذلك عن شغل القلب بالتعلق بها. أي مما ينبغي على الطالب على المدرس
أنه يحث الطلاب على أن يقتصر من الدنيا على ما يسر الله وعلى قدر الكفاية، ويقنعهم في الزيادة منها حتى لا ينشغل القلب، فإن القلب إذا انشغل بشيء صعب عليه أن يتفرغ لغيره. قال: وغلبة الفكر وتفريق الهم بسببها، حتى الهم إذا كثر منع من استيعاب العلم، حتى الأفكار إذا غلبت منع من استيعاب العلم، فإن انصراف القلب عن تعلق الأطماع بالدنيا والإكثار منها والتأسف على فائتها أجمع لقلبه وأروح لسره في بعض النسخ، وأروح لبدنه وأشرف لنفسه وأعلى لمكانته وأقل لحساده وأجدر لحفظ العلم والزيادة. فلذلك قل من نال العلم نصيبا وافرا إلا في مبادئ تحصيله على ما ذكرت من الفقر والقناعة والإعراض عن الدنيا وعرضها الفاني. وسيأتي في هذا النوع أكثر من هذا في أدب المتعلم إن شاء الله. الغالب على العلماء أنهم فقراء، الغالب العلماء أنهم فقراء، ولذا قال القحطاني رحمه الله: فجسوم العلماء غير السمان. هكذا هو الغالب، هذا هو الغالب. ولذا قال شعبة رحمه الله: إذا رأيت طالب حديث ومعك درهم فأعطه، يعني تلقائيا اعلم أن الغالب عليهم الفقر. وسيأتي إن شاء الله في هذا في فصل مستقل بإذن الله سبحانه وتعالى. ولذلك تجد أن شعبة باع الطست الذي كان يصب فيه، ومالك رحمه الله باع سقف بيته، باع الخشب وبقي بلا سقف، وابن جرير الطبري ربما باع بعض الثوب الذي يلبسه، كان ربما يقطع الكم ويبيعه، كان عند الأولين يشترى ويستعمل. والإمام أحمد رحمه الله ربما مر على اليوم واليومان والثلاثة بلا أكل، لما كان في صنعاء عند عبد الرزاق بن همام الصنعان، فصلى بالناس فأغمي عليه، فسأل عبد الرزاق فقال له: 3 أيام بلا أكل. البخاري رحمه الله ربما كانت تتأخر نفقته، كان عنده شيء من اليسار تتأخر عليه النفقة، فربما أكل الأعشاب، أكل النبات. وهكذا ابن خراش رحمه الله ذكر عن نفسه قال: شربت بولي في طلب العلم مرتين، في أثناء سفر ينقطع الماء، ينقطع كل شيء فسيهلك. قال: مرة وأنا أقع فيها أنقذ نفسي. والكلام عن السلف كثير، من المتأخرين الشيخ الألباني رحمه الله، كان فقيرا جدا لا يلقى الدفتر، أما الآن الدفتر عندنا سهل، الأقلام عندنا سهل، والكتب شراؤها سهل، إن لم يستطع أنزلها من الإنترنت وطبع أو قرأها في الجوال. الأولون ما يجد، الشيخ الألباني ما يجد. ربما تتخيل أنه يقول الشيخ الألباني عن نفسه: أجمع الأوراق من الشارع، أوراق الزفاف وغيرها أجمعها حتى أكتب فيها. حتى يقول لبعض أقاربه ولبعض أصهاره: لولا أنني مشغول لأريتك العجائب التي كنت أكتب عليها. يأتي الشيخ الألباني رحمه الله إلى الكتاب، ربما كان 2000 ورقة ما يستطيع أن يشتري، فيأخذ الكتاب عالية ويكتبه كاملا، 2000 ورقة يكتبه. إيش الحرص هذا؟ لتعلم أن الناس ما وصلوا إلى ما وصلوا مع نوم وخلد إلى الراحة، إنما مع تعب وسهر وصبر ومجالدة. ولا تظن أن العلم أنه يبقى الإنسان نائم ويصب في فمه، لا، لابد من تعب. نعم فيه لذة فيه راحة، لكن لابد من تعب، يصل إلى مسائل ما يفهمها. يا الكتاب
قد لا يتيسر له، يشق عليه قراءة، تكثر عليه هموم، تكثر عليه مشاكل، لكن يجاهد نفسه ويصبر ويصبر ويحتسب، فما هي إلا أيام إلا وتظهر الفائدة عليه، ما هي إلا سنوات وهو على الصبر والاحتساب وطلب الأجر من الله عز وجل إلا ونفعه الله. والله كريم، الله كريم، لا أكرم منه أحد. فلذا العلم غالبا لا يحصل إلا مع تعب مع مشقة، وغالبا في من قنع عن الدنيا وأعرض عنها، لأن المال يلهي ويطغي ويشغل. الآن عند أمور كثيرة سيطلب العلم، هذه الأموال أين تروح؟ أين تروح وهي زائدة على حاجته؟ فمشغول شراء جوال، مشغول بشراء ثياب وملابس، وقد يكون له نية حسنة، وأما بنعمة ربك فحدث. ولقول النبي صلى الله عليه وسلم: إن الله إذا أعطى عبده مالا أحب أن يرى ذلك، أن يرى أثر ذلك على عبده. ثم مشغول بشراء بيت أو ببناء، والبناء كم يحتاج إلى وقت، كم يحتاج إلى شهور. مشغول بشراء سيارة، هذه السيارة لم تعجبه أراد سيارة ثانية، ومن معرض إلى معرض، ومن مكان إلى مكان، وهكذا. والمشغلات كثيرة، وأكل وشرب شيء كثير، أخذ الوقت مع أنه مستقيم، مع أنه حريص. من قنعه الله سبحانه وتعالى، وغالبا أن يكون فقيرا، وفر على نفسي هذا كله. لما؟ لأن أصلا كيف تتوق نفسه لشراء سيارة وهو يلا يجد ما يأكل؟ فالنفس هنا تقنع، لأن الوصول إلى مثل هذه صعب. ولذا قال النبي صلى الله عليه وسلم: إن الله يحمي عبده الدنيا كما يحمي أحدكم مريضه الطعام والشراب. إذا قالوا لك: انتبه، ولدك لا يأكل كذا ولا كذا، قال لك الأطباء: لابد أن يترك هذا النوع من الطعام لئلا يتضرر. الأب والأم سيمنعان الولد: لا تأكل من كذا، خشية الضرر، خشية التلف. فربنا سبحانه وتعالى برحمته وكرمه يحمي عبده الدنيا. العبد يجتهد والله يحرمه ويعطيها الكفاية، والسبب لئلا تشغله الدنيا عن الآخرة، لئلا تشغله الدنيا عن الآخرة. فلذلك كان من أراد العلم الشرعي لابد من فراغ، لابد من فراغ. قد ذكر السفاريني رحمه الله في لوامع الأنوار أن العلماء أنهم كانوا يقولون: أعط العلم كلك يؤتك بعضه، وأعط العلم بعضك لا يؤتك شيئا. أعط العلم كلك، كل ما تملك، مال، وقت، صحة، ما تملك يعطيك بعضه، لأن تحصيل العلم كله لا يناله أحد. أعط العلم بعضك متى ما وجد فرصة، متى ما أراد، متى ما فرغ، متى ومتى. فهنا تحصيل العلم كعلم ثابت، علم راسخ ما يحصل، إنما هي مسائل وفوائد ومسألة من هنا وهناك. أما علم مرتب، علم يستطيع في نفسه أنه لو قيل له: أسرد لنا باب الأذان يسرده كاملا، أسرد لنا باب الصيام يسرد لنا كاملا، هذا ما يستطيع، هذا ما يستطيع، لأن هذا لا ينال إلا مع الصبر، لا ينال إلا مع التفرغ. وليس الإنسان يولد عالما. والله أخرجكم من بطون أمهاتكم لا تعلمون شيئا، نكر في سياق النفي، أخرج الله الخلق كلهم وهم لا يشعرون، لا يدرون حتى باسمهم. وأنت ترى الطفل كم يبقى والدا يعلمانه نطق اسمه أيام وأسابيع،
حتى يتعلمها. فالله أخرج الناس كلهم جهالا، وإنما وصل من وصل بسبب اجتهاده وصبره وثباته والتوفيق من الله سبحانه وتعالى، والتوفيق من الله. وقد قال البخاري رحمه الله، وقد قال ابن عباس رضي الله عنه: إنما يحفظ الإنسان على قدر نيته، على قدر نيته. إذا كان له نية أن يصل إلى العلم، أن يعلم، أن ينفع نفسه أولا، أن يريد وجه الله سبحانه وتعالى، فينفعه الله. انظر مثلا من الأمثلة العلامة ابن رجب الحنبلي رحمه الله، لا توجد له أي ترجمة، لا توجد له أي ترجمة، والسبب أنه لم يكن مشهورا، كان يبقى ساكتا ويلازم الصمت والسكوت. فلذلك الترجمة إنما تكون لمن كان مشهورا أو للقضاة ونحوهم. فكان خالدا إلى الخمول كما يقول ابن عبد الهادي رحمه الله. فلما مات أظهر الله علمه ونشر كتبه، وأصبح من العلماء المحققين، من العلماء المحققين، وأصبحت كتبه من أجل وأفضل الكتب، وتحريراته للعلم من أجل الكتب. ولذا كان له فتح الباري شرح صحيح البخاري، بدأ إلى أن وصل إلى باب الجنائز، وقدر الله بالموت، ولم يقدر الله عز وجل بأن يكمله. لو أكمل هذا الكتاب لأغنى عن كل شرح للبخاري، وما احتجنا أبدا إلى أي شارح للبخاري، مع أن شراح البخاري ما يقارب من 160 شرح أو 150، منها المطبوع الموجود وأكثرها مفقود غير موجود، ومع ذلك شرحه شرحا عجيبا مبدعا في 6 مجلدات، مع أن 6 في داخلها سقط كثير لبعض الأحاديث لم يوجد في المخطوطات، في بعض المواضع 100 حديث ليس موجودا. وسبب ذلك الإخلاص والصدق وملازمة العلم في الظاهر والباطن والعمل بالعلم. فيبارك الله سبحانه وتعالى، فيبارك الله ولو كان قليلا. وهكذا وهكذا. ومن جميل ما ذكر السخاوي عن الحافظ بن حجر رحمه الله أنه قال: شهرة الكتب وصلاح الأبناء لم يجمع الله سبحانه وتعالى بينهما لأحد من العلماء. يعني أن من العلماء من يشتهر كتبه وينفعه الله سبحانه وتعالى في كتبه، وأولاده لا يكونوا علماء، لا يكونوا علماء. وقد كان الحافظ بن حجر يجتهد في ولد أن يكون عالما فما رزقها. ومن العلماء من يرزق صلاح الأولاد فيكون علماء من بعده، ولا يرزق شهرة الكتب، لتعلم أن الله سبحانه وتعالى يقسم الأرزاق على ما يشاء، وأن الله لا يعطي الكمال لأحد، يعطيه هذا ويمنعه هذا. فلا بد أن يكون الناس فيهم موازنة. لو كان الناس كلهم محدثون من سيتصدى للفقه؟ لو كان الناس كلهم فقهاء من يتصدى للحديث؟ من يتصدى للقرآن؟ من يتصدى لعلوم القرآن، لعلوم التاريخ، للغة العربية؟ فمن رحمته وحكمته الواسعة العجيبة أن نوع الناس الله سبحانه وتعالى، فجعل منهم فقهاء ومحدثين مفسرين، هذا ينفع في كذا، هذا كذا، هذا له قوة في الخطابة، فتراه خطيبا مفوها، وهو ضعيف في الكتابة، لو أراد أن يكتب يكتب، لكن تلك الفصاحة لا، ذلك القبول لا. ومن الناس من يكون موهبته في الكتابة، فإذا كتب أتى بالعجائب في العلم، في الترتيب، في صياغة الكلام والأساليب البلاغية، وإذا خطب كان ضعيفا. ومن الناس من يعطى الاثنين، لكن لتعلم أنها أرزاق، وأرزاق الله سبحانه وتعالى الدينية غالبا، انظر غالبا وليس دائما، لا يعطاها إلا من تفرغ، من تفرغ لدينه وتفرغ للعلم، فإنه ينال ذلك.
أما أن يشغل الإنسان نفسه ويدخل نفسه في أمور قد أغناه الله وله كفاية له كفاية فضيع نفسه ضيع نفسه. فيا أيها المسلمين يا أيها المسلمون من كان عنده حفظ فدين الله سبحانه وتعالى أحق ما صرف إليه هذه الموهبة، من كان عنده فهم فدين الله سبحانه وتعالى أحق أن تصرف له هذه الهمة وهذه الموهبة موهبة الحفظ، من كان عنده الشعر ويستطيعه ويجيده فدين الله سبحانه وتعالى أحق، من كان فارغا أراد أن يشغل نفسه فدين الله سبحانه وتعالى أحق، أحق ما بذل فيه أن يبذل العلم لسائليه لطالبيه، فإن من سألك وكان طالب العلم مجدا في ذلك هذا هو الذي ينفعك، هذا الذي سيبقى أثره أن يأتي طالب بالصدق يريد أن يتعلم لا لأجل الدنيا ولا للرياء ولا لسمعة ولا كما يقال نمشي الحال، فهذا الذي ينفع ويعينه ويتذاكران ويتعاونان على دين الله سبحانه وتعالى. فالمقصود من هذا أن طالب العلم والعالم لا بد من قناعة، أن يقنع بالقليل وأن يترك، ولا يكون همه أن يكون كثير المال وإلى آخره، فإن الله سبحانه وتعالى لن يحرم عبده الكفاية سيعطيك الكفاية، فلا بد من قناعة أن يقنع بما عنده، وربنا سبحانه لن يضيع عبده لن يضيعه، يريد أكل سيأكل من جملة الناس، وإذا جاء الشراب سيشرب من جملة الناس، وإذا أراد أن يتزوج سيعطيه الله كغيره، أراد أن يحج أراد أن يعتمر أراد ما يستر بدنه أراد ما يسكن سيعطيه الله، ولن يبخل الله سبحانه وتعالى وهو أكرم الأكرمين، إنما يقلل الله على العبد في موضع هو أصلح له هو أصلح له حتى لا يشغل قلبه. فكيف إذا أنعم الله على عز وجل على العبد بهذه النعمة والعبد ما عرفها ولا عرف قدرها ولا شكرها ولا يدري أن الله يحسن إليه وهو لا يدري، أن الله يجنبه ما يضره وهو لا يدري. فانظر إلى التجار ونحوهم كم الهموم والغموم التي عندهم، كم يتسلط عليهم الناس ويخافون السرقة واللصوص ويخاف على ماله ويخاف خريبة السيارة وقع كذا، وتجد عند الأغنياء من البلاء ما ليس عند غيرهم، الأمراض عندهم ليس عند غيرهم عند الفقراء. نعم الله يبتلي من يشاء لكن نحن نتكلم عن الغالب، وربنا قد أعطاهم المال ويبتليهم إما بلصوص إما بأعداء إما بأمراض وغير ذلك، إن الله لا يجمع الخير للعبد في الدنيا، الفقير فقير فيأتيه المرض على قدره والبلاء على قدره، وكما يقال عندنا في المثل ينزل البرد على قدر الدفاع. فالمقصود أن الإنسان إذا وفق إلى القناعة فليعلم أنه رزق من الله، إذا فرغه الله فنعمة بجانب نعمة. أنا عبد الله بن عباس رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم قال نعمتان مغبون فيهما كثير من الناس الصحة والفراغ، مغبون أي أن الإنسان يغبن عليه لأن عنده شيء ليس عند غيره، فالناس يتمنون هذه النعمة الصحة والفراغ. صحيح قد يكون عنده شيء من المرض لكن لا يزال صحيح، يعبد الله كما يشاء، يقرأ كما يشاء، يجلس متى يشاء، يصلي متى يشاء، يصوم متى يشاء، صحيح صحيح. والفراغ فما دام أن الإنسان رزق هاتين ليش يشغل نفسه، فليفرغ نفسه، فربما في المستقبل لا يحصلها وربما انشغل،
فإذا كان قد انشغل فيكون قد طلب العلم. ولذا قال الشافعي رحمه الله: إذا تصدر الفتى فاته خير كثير، كما سبق معنا الكلام في أول الكتاب. فقد يشغل الإنسان فلا يدري ما الذي سيشغله، فيجتهد لعل الله سبحانه وتعالى يرزقه العلم. إن رزق العلم وقد انشغل كان الأمر أهون، لأنه سيراجع مراجعة، لكن ينشغل وهو في بداية الطلب هذا سيترك العلم. قال الرابع: أن يحب أي المدرس لطالبه ما يحب لنفسه كما جاء في الحديث، ويكره له ما يكره لنفسه. قال ابن عباس: أكرم الناس علي جليسي الذي يتخطى رقاب الناس إلي، لو استطعت ألا يقع الذباب عليه لفعلت. في رواية: إن الذباب ليقع عليه فيؤذيني. رضي الله عن عبد الله بن عباس وغفر الله له لنا وله. يقول: أكرم الناس علي شخص ترك الناس وتخطى الرقاب من أجل أن يجلس بجانبي، هذا أكرم الناس علي، لو استطعت ألا يقع عليه الذباب لفعلت، أو إن الذباب ليقع عليه فيؤذيني. وهذا من شدة محبته لصاحبه، لتلميذه، لصديقه، أنه لا يحب أن يتأذى ويريد أن يفديه بنفسه. فإذا كان مدرس هكذا: لا يؤمن أحدكم كما في حديث أنس حتى يحب لأخيه ما يحب لنفسه. لأخي المسلم يحب له ما يحب لنفسه. أنت تحب لنفسك أن تكون صحيحا، أحبب للناس ذلك. أنت تحب لنفسك أن الناس يحترمونك ويقدرونك ويجلونك، افعلها مع الناس. أنت تحب أن يكرمك الناس فأكرم الناس، فإنك إذا أحببت للناس ما تحب لنفسك كان هذا من علامة الإيمان، من علامة الإيمان. فعامل الناس كما تحب أن تعامل، وهذه قاعدة عامة لو عملها الناس ما وجدت بينهم خصومات ولا شقاقات ولا نزاعات، ولا نزاعات. لو كان الإنسان الناس هكذا: أعامل أصحابي زملائي، أعامل أقاربي، أعامل أهل بيتي، أعامل أولادي، أعامل الناس جميعا كما أحب أن أعامل، لما ورد، لما سمعت طلاق ولا مشاكل ولا خصام ولا نزاع ولا غير ذلك. فنسأل الله العافية والسلامة. قال: وينبغي أن يعتني بمصالح الطالب ويعامله بما يعامل به أعز أولاده. والسبب: لأن الأبناء، في أبناء نسب، وهذا هو ولدك الذي خرج من صلبك، وهنالك أبناء من حيث التعليم والتربية والدين. وقد كان أبو إسحاق الشيرازي رحمه الله إمام الشافعية، صاحب كتاب المهذب الذي شرحه النووي رحمه الله في كتاب المجموع، وصاحب كتاب التنبيه واللمع والتبصرة للشيرازي، يقول: من قرأ علي مسألة فهو ولدي. وكان يخاطب طلابه فيقول: يا أولادي. وهكذا في طبقات الشافعية الكبرى. فقال شعبة رحمه الله تعالى إمام الحديث، قال: كل من تعلمت منه حديثا فأنا له عبد. ليس المعنى العبودية المعروفة، إنما هذا لبيان أن يعرف فضل مدرسه، فضل معلمه. والمدرس يرى أن مثل هذا هو ولده، بل هو أبر به من ولده. من الأولاد من يكون عاقا، من لا يعرف قدر أبيه ولا يحسن إليه ولا يطيعه، لكن طالبه هو أفضل، لأنه ينفعه في الآخرة، فيحمل علمه وينشر علمه فينتفع به في أمر الآخرة. ونظير ذلك أن العالم يعتبر مثل الأب،
فعندنا أبوة طينية وهو أبوك من النسب، وأبوة دينية وهو العالم الذي تعلمت منه. وقد ذكر ابن مفلح رحمه الله تعالى في الأدب الشرعية أن الطالب يجب عليه طاعة معلمه، نقل عن بعض الشافعية. قال ابن مفلح رحمه الله: ولعله يقصد في العلم. نعم، في العلم، فيما يقرب إلى الله عز وجل، فيما لا يخالف الشرع، فيما لا يخالف الشرع. فالمقصود فيعامله كأعز من أولاده، من الحنو والشفقة عليه والإحسان إليه والصبر على جفاء ربما وقع منه، ربما وقع من الطالب غلظة، ربما زلة، ربما كلمة، ونقص لا يكاد يخلو الإنسان عنه، وسوء أدب في بعض الأحيان. انظر، في بعض الأحيان، ولم يقل في كل الأحيان، لأن قليل الأدب ما يوفق أصلا. لكن إذا كان أحيانا، فما كل الناس ولدوا على أتم الأخلاق ومكارمها، وإنما مع الأيام سينبه في كلمة، ينبه في درس، وهكذا حتى يصلح. قال: ويبسط عذره بحسب الإمكان، ويوقفه مع ذلك على ما صدر منه بنصح، ومع ذلك لا يغفل عنه، بل يقول: انتبه، أنت فعلت كذا، ما يسوى أن يكون كذا، ما يسوى أن يكون كذا، افعل كذا وكذا، هذا لا بد منه. فيوقفه على زلته بنصح وتلطف، لا بتعنيف وتعسف، قاصدا بذلك حسن تربيته وتحسين خلقه وإصلاح شأنه. فإن عرف ذلك لذكائه بالإشارة فلا حاجة إلى تصريح العبارة، إلى صريح العبارة. إذا كان الطالب نبيها فألمحت إليه أنه قد أخطأ يكفي، وإن لم يفهم ذلك إلا بصريحها أتى به، أتى بالصريح، وراعى التدريج في التلطف، ويؤدب بالآداب السنية، ويحرض على الأخلاق المرضية، ويوصيه بالأمور العرفية على الأوضاع الشرعية. الخامس، قال: أن يسمح له بسهولة الإلقاء في تعليمه وحسن التلطف في تفهيمه، لا سيما إذا كان أهلا لذلك لحسن أدبه وجودة طلبه، ويحرضه على طلب الفوائد وحفظ النوادر الفرائد، ولا يدخر عنه من أنواع العلوم ما يسأله عنه وهو أهل له، لأن ذاك ربما يوحش الصدر وينفر القلب ويورث الوحشة. إيش معنى؟ يعني أن المدرس إذا رأى من الطالب اجتهادا، ذكاء، حرصا، فليهتم به ولا يقتصر على ما يسأله، بل يزيده من العلم، يعرف أن هذا العلم ينتفع به الطالب، يزيده، لأن المدرس أخبر وقد تعلم. الطالب قد ألقى زمامه إلى مدرسه، فهو يستنصحه واستودعه نفسه وأتمنه على نفسه وعقله، فلا بد أن يكون ناصحا ولا يكون خائنا والعياذ بالله. فإن الإنسان إذا ادخر علمه ربما أوحش الصدر فيما بينه وبين مدرسه، وينفر القلب ويورث الفحشة الوحشة، لكن إذا علم منه اجتهاد زاده في الفوائد. ولذا النبي صلى الله عليه وسلم لما أتاه قوم يركبون البحر قال: يا رسول الله، ما ترى في الوضوء من ماء البحر؟ هل يصلح أن نتوضأ به ونصلي؟ فقال النبي صلى الله عليه وسلم: هو الطهور ماؤه، الحل ميتته. انظر، أجابهم عن السؤال وزاد. لما؟ لأنهم يحتاجونها، لأنه قد يحتاج إلى طعام، فقال: الحل ميتته، أي كل ما في البحر مما يسكن البحر ميتته حلال، كل ما تشاءون. فهذا من باب الكرم بالعلم. قال ابن القيم رحمه الله: وهذا من أعظم الكرم أن يكون كريما بالعلم. قال: وقد كان بعضهم يأتي إلى شيخنا ابن تيمية رحمه الله فيسأله فيجيبه، ثم يعطيه من المسائل ما هي خير من مسألته. فبعض الناس كان يعيب على شيخ الإسلام، قال يأتيه يسأله عن طريق مكة فيري طريق المدينة وطريق خراسان وطريق العراق وغيرها. قال ابن القيم رحمه الله مدافع عن شيخه: ها، ولعمري إن هذا عين الكرم بهذا المعنى.
إن هذا عين الكرم والجود أن يبذل العلم. فإن من حبس العلم كما يقول ابن المبارك ابتلي إما بنسيانه وإما بأن يموت قبل نشر العلم وإما بأن يتعرض للسلاطين أن يبقى بجانب الملوك يبقى معهم يعطونه من الدنيا شغلوه بالأموال والسيارات وغيرها فأصبح غير متفرغ للناس وشغله الله بذلك. فلا بد رأى فائدة أعطاه لا يبخل عليهم بفائدة إلا في مصلحة يعلم أن الطالب ما يتحمل هذه المعلومة يتركها لأن الغرض من العلم هو التعليم والنفع وليس التباهي والإفساد. بعض الطلاب لا يتحمل عقله بعض المسائل لا تعطيها له لا تعطيها له ربما فتنته بعض المسائل الغريبة ربما حمل الطالب إلى أن يستحقر العلم أن يطعن في العلماء إيش هذا من أين يتبي هذه المسائل هؤلاء ما لقيوا لهم عمل هؤلاء كذا سبحان الله طعن في العلماء والسبب هو المدرس السبب هو المدرس خفيف العقل. فينبغي على المدرس أن يكون عاقلا أن يكون فهما فطنا فيعطي الطلاب بما يجد من ذكاء من ذكائهم. ولذا قال أمير المؤمنين علي رضي الله عنه حدث الناس بما يعلمون أتريدون أن يكذب الله ورسوله سيكذبون الله ورسوله يقول كذب أبدا. وقال ابن مسعود إنك لا تحدث قوما حديثا لا تبلغ عقولهم إلا كان لبعض فتنة فربما فتن بعضهم ربما فتن بعضهم بهذه الكلمات وكانت سببا في ميله عن التعلم. وقد بوب البخاري رحمه الله باب ما جاء في كتم بعض العلم عن بعض الناس خشية ألا يفقهوا ثم ذكر حديث معاذ لما قال النبي صلى الله عليه وسلم يا معاذ تدري ما حق الله على العباد وما حق العباد على الله الحديث المشهور قال فكتمها معاذ فأخبر بها قبل موته تأثما أي خوفا وخروجا من الإثم أن يكون قد كتم حديثا ومات قبل إخراجه. انظر كتم العلم ليش بعض الناس ما ينفع. أبو هريرة يقول له النبي صلى الله عليه وسلم خذ هذين النعلين أي نعلي رسول الله وقل من لقيت وراء جدار وهو يشهد أن لا إله إلا الله وأن رسول الله فبشره بالجنة وخذ هذين النعلين يعني علامة على أن النبي صلى الله عليه وسلم قد قال لك وأنك صادق بدليل أن النبي صلى الله عليه وسلم أعطاني نعلي. أول ما لقي عمر قال ماذا وراءك قال كذا كذا فضرب عمر حتى أوقع الأرض. قال أبو هريرة فتجشأت للبكاء أو كدت أن أبكي فأتى به إلى النبي صلى الله عليه وسلم قال يا رسول الله لا تفعل فإن دع الناس يعملوا حتى لا يتكلوا. فقال النبي صلى الله عليه وسلم دع الناس يا أبا هريرة فانظر. والسبب يعني قد يتكل الناس خلاص ما دام أنه من قال لله وأنه حمد رسول الله ربما اتكل يكفي وأتى بالواجبات. لا يدري الإنسان أنه ربما عمل بعض المعاصي ففتن على الواجبات. نعم الإنسان ما إذا حافظ على الواجبات واتقى الله عز وجل فيها أنه سيدخل الجنة. لكن من الذي يضمن لك أنك ستبقى عليها وأنت تتجرع على المعاصي ربما هذا المعاصي حرمك الله واجبا من الواجبات. وهذا هو الواقع أن الإنسان يعمل معصية حرم طاعة أحيانا يحرم واجب من الواجبات فيزال يتدرج به الترك حتى يترك الصلاة حتى يخرج من الإسلام. فإن المعاصي هكذا المعاصي هكذا تعمل بصاحبها. فالمقصود من الكلام أن المدرس يكون هكذا. ولذا قال وكذلك لا يلقي إليه ما لم يتأهل له يعني مسألة أكبر من قدر الطالب يتركها ليس وقتها الآن مع الأيام لأن ذلك يبدد ذهنه
ويفرق فهمه. فإن سأله الطالب شيئا من ذاك لم يجبه ويعرفه أن ذلك يضره، أن معرفة هذه الأمور تضر، اترك ولا ينفعه. وإن منعه إياه من لشفقة عليه ولطف به لا مخلا عليه، ثم يرغب عند ذلك في الاجتهاد والتحصيل ليتأهل لذلك وغيره، أي فلا بأس. وقد روي في تفسير رباني في قول الله سبحانه وتعالى: ولكن كونوا ربانيين بما كنتم تعلمون الكتاب وبما كنتم تدرسون. فالرباني قيل في تفسير: الذي يربي الناس بصغار العلم قبل كباره، هذا رباني يربي الناس. فهذا من جميل ما يتصف به المدرس، أن يكون عاقلا رحيما شفيقا، فيربي الناس شوي شوي. درس من أصول الثلاثة، لا يفرغ كتاب التوحيد إليه، لا غلط، إنما يذكر بعض المسائل التي تضبط لهم الكتاب ويمشي، القواعد أربع ثم أصول ستة ثم كشف الشبهات ثم كتاب التوحيد شيئا فشيئا إلى أن يصل، وهكذا. فما يحتاج لذاك التطويلات وذاك التشقيقات وتطويل العلم حتى يصبح العلم صعبا. قد ذكر ابن بدران رحمه الله في المدخل، قال: سبب عدم إدراك الطلاب للعلم شيئان، الأول أن يكون عقله وفهمه لا يستطيع أن يفهم العلم ولا يحفظ، فهذا فعل الله سبحانه وتعالى، لا كلام لنا في ذلك، هذا رزق الله للعبد أن ما استطاع أن يفهم ولا استطاع أن يحفظ. الثاني أن يكون بسبب المدرسين المعلمين، بأن يرد عليه المسألة ومن اعترضها ومن رد عليها وماذا أجيب، حتى يتقرر في نفس الطالب أن العلم صعب وإدراكه صعب، إدراكه صعب فيترك العلم، ويعلم أن العلم إدراكه من المستحيلات، من الأمور التي دون خرط القتاد، من الأمور التي هي صعبة جدا، صعبة جدا. فما السبب الذي حرمه العلم؟ المدرس، ويتحمل إثمه المدرس. ولذلك كنا نجرب هكذا، كنا هكذا ندرس ونطول، فنطيل في المسألة ثم في الكتاب، فيبقى الإنسان شهورا على كتاب واحد مع درس يومي، في الأخير ضاع الطلاب، المدرس انتفع لأنه يحضر وإلى آخره ينظر الأقوال، والطلاب صح عرفوا بعض المسائل لكن تأصلوا في العلم، فهموا وأتقنوا لا، فكان هذا من الغش وعدم النصيحة، من الغش وعدم النصيحة. الدرس ليس بدرس يومي أو في الأسبوع أو في الشهر، درس يومي، مع ذلك تعتبر هذا من الغش وعدم النصيحة. فلذلك درست مرة أصول الثلاثة، فعملتها في جلسة أو ثلاثة مع ذكر مبادئ للتوحيد وذكر خلاصة، ثم الكتاب قسمته في درسين مختصرين، القواعد الأربع في درس، الأصول الستة في درسين مع التطويل، كتاب التوحيد فيما يقارب 7 أيام أو أكثر أو أقل. يظهر ذلك أثره في الطالب، يتعجب الطالب، يعني ما شاء الله كيف يكون الكتاب مسرع ما يمشي، لأن الآن من الدروس ما لا يستطيع الإنسان أن يمشي فيه. قد يكون الدرس درس عامة مثل درس المغرب والعشاء، يحضر بعض العوام، فيحتاج المدرس إلى زيادة في الإيضاح، هذا يقاطعه وهذا يسأل وإلى آخره. لكن في درس خاص مع طلاب
فلا بد أن يكون معتنيا. أولا لا يختصر اختصار لا يفهم الطالب، هذا لا، ولا يطيل إطالة، وهذه الإطالات ستأتي في الكتاب الذي بعد. ما الداعي أنك تأتي بها الآن؟ فهم الكتاب، اشرح ما كان من كلام مجمل بينه، ما كان من كلام عام هذا الخاص، ما كان في كلام غير مرتب رتبه، استطعت أن تجعله شروطا اجعله، أركان أن تضبط العلم أن تقربه، هذا تمام، هذا هو التدريس. لكن أن تجعل من الحبة قبة، هذا لا داعي له الآن، لا داعي له الآن. فيكون المدرس إنما يمنع الطالب ليس بخلا، وإنما شفقة من أجل كما يقال يمشي. فإذا أحس الطالب أنه أخذ كتاب والذي بعد والذي بعد، تنشط تنشط. وأختم بكلمة للسبكي الشافعي رحمه الله في طبقاته، يقول: كنت كثير الملازمة للعلامة الذهبي رحمه الله تعالى، أمضي إليه في كل يوم مرتين بكرة وفي العصر. وأما الإمام المزي علامة الحديث، إمام زماني في الحديث، صاحب كتاب تحفة الأشراف، وصاحب كتاب تهذيب الكمال في أسماء الرجال، قال: كنت أمضي إليه غير مرتين في الأسبوع. وسبب ذلك أن الذهبي رحمه الله كان كثير الملاطفة لي والمحبة فيا، بحيث يعرف ذلك من يعرف حالي معه، أنه لم يكن يحب أحدا كمحبته فيا، وكنت شابا فيقع ذلك مني موقعا عظيما. وأما الإمام المزي علامة الحديث فكان رجلا مهيبا عبوسا، فبطبيعة الشباب يرى إلى أن هذا يمزح في حلال ويداعبه ويلاطفه فيقبل إليه، فكان سببا من الأسباب أنه انتفع بالذهبي أكثر من انتفاعه بالإمام المزي العلامة المشهور. فالمقصود أن المدرس لطيب أخلاقه وجودته وحسن أدبه يكون سببا في طلب العلم عنده والإكثار، وانتفع الطلاب. ومن تفسير قول الله سبحانه وتعالى: كونوا ربانيين، مما ذكر الشيخ ابن عثيمين رحمه الله، قال: الرباني الذي يكون مع طلابه يربيهم حتى في الدنيا، عندهم مشاكل، عندهم هموم، عندهم حاجات، إن استطاع أن يقضي حوائجهم استطاع، إن استطاع أن يعطيهم أعطاء، أن يبذل لهم جاه، أن يعينهم بالدعاء، أن يحل مشاكلهم، أن يحضر معهم. المقصود في حلال، يعني في حلال وبدون إشغال، ليس المعنى أنه يتوسع فيضيع نفسه، لا، إنما المقصود يرتب نفسه، فيكون هذا من باب التربية، لأنه يتأثر أنه قام معه مقام أبيه وأمه، وأنه نفعه في أحرج الأوقات وأضيقها، وهكذا. فنسأل الله العظيم رب العرش العظيم أن يوفقنا والسامعين إلى ما فيه صلاحنا في الدنيا والآخرة، إنه جواد كريم. نسأل الله سبحانه وتعالى أن يفقهنا في دينه، وأن يرزقنا العلم النافع والعمل الصالح، ونسأل الله أن يجعل أعمالنا صالحة ولوجهه خالصة، ولا يجعل لأحد فيها شيئا، وأن يجعل ذلك في ميزان حسناتنا، وأن يرفع لنا بها الدرجات ويكفر بها السيئات، إنه جواد كريم. صلى الله وسلم على محمد وآله والتابعين لهم بإحسان إلى يوم الدين.